جمع السراجي مسجد من مساجدنا، ومساجدنا هويتنا، ولا نفرط بحجر منها. وجامع أثري، جامع بنى عام 1927 ميلادي و1140 هجري، وعندنا الجامع عدنا بناءه من جديد 2001، والحمد لله شكلها زينا بالإنارة بالصبو بالنظر. خاطبنا المحافظ، قلنا له هذا المسجد أثري، منارته أثرية، ولا نسمح بإزالته، ونقترح أن ينحرف الطريق من الجهة المقابلة. إجا قال لهم أنا أبني لكم يعني شوية أبعد المسجد خطوتين عن الشارع، لأن بطريق المسلمين، هذا بطريق المسلمين. أي نعم. قالوا لا لا، هذا تاريخنا وهذا مسجد. جامع السرحطية بائس، إذا تحب أنا أدز لك الصور مالته. جامع بائس، جامع بائس. إنه هذه المنارة تنقل يمكن أن تقطع إلى 4 أجزاء أو 5 وتنقل كمنارة وترجع تنصب مرة أخرى. يعني شوية أبعد المسجد خطوتين عن الشارع. لكن شفت اليوم بعد ما انه بدأ عملية الإزالة، طبعا بالتنسيق مع الأخوة بالوقف السني مشهورين، نعم. انه هذا المسجد كان في منتصف الشارع، الآن تم إزالته.